السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم نوع من قناه مملكه حياتي. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي هيكون روتين كده اللي بعمله بعد ما برجع من السوق، وبجيب بقى الخضار وبجيب الحاجات العلاف وبجيب كل الحاجات بتاعتي دي. بعمل ايه وبرتب اليوم ازاي، وبعمل خضار بتاعي بعمل ايه، يعني هتشوفوا معايا اليوم بتاعي هيبقى عامل ازاي. دلوقتي دوت الخضار اللي انا اشتريته كله، وكمان حاجات العلاف. هبتدي ارص الخضار بتاعي في درج التلاجة، وهرص الحاجات اللي هتحط في التربو هحطها، وهوريكم طبعا بعملها ازاي. قبل ما اعمل بقى كل الكلام ده، بعد ما برجع لازم اعمل كده كوباية قهوة او كوباية شاي، علشان يعني اظبط بقى الدنيا، علشان ببقى لسه راجعة ودماغي مصدعة من السوق. فببتدي يعني اشرب كده كوباية القهوة واظبط دماغي، بعد كده ابتدي ارتب بقى الحاجة بتاعتي كده. عاملة فنجان شاي، مش فنجان قهوة، ده فنجان شاي. دلوقتي هشرب كده القهوة وابتدي بقى ايه ارتب بقى الحاجات بتاعتي واظبط المطبخ. دلوقتي بقى هبتدي ارص الخضار بتاعي. طلعت بص درج التلاجة كله كده اهوت، بطلعه من التلاجة فرشاه فوطة نظيفة، فوطة للخضار، خليها للخضار كده، بفرشها تحت الخضار. هبتدي اجيب معايا الخيار وابتدي ارصه كده اهوت هنا. رصيت كده دلوقتي اول حاجة الخيار، هرص بعد كده الكوسة والجزر. واخر حاجة هحطها الفلفل الرومي. انا شايفه ان الطريقه دي هتوفر عليكي مكان كبير تستغلي درج الثلاجه ده اولا. ثانيا مش هتقعدي تحطي في علب، في طريقه تانية ممكن تحطي في علب وتفرشيها في وات، وكل خيار الخيار في علبه والجزر في علبه وهكذا. احنا كده استغلنا درج الثلاجه وحطينا كلهم جنب بعضهم وفرشينهم برضو فوطه. جربوا الطريقه دي هتلاقوها الخضار هيقعد معاكم فتره طويله في الثلاجه. انا دايما بعمل الطريقه دي، ده انا معتمداها عندي. لكن الطماطم ما بحطهاش في درج التلاجة، والبتنجان هستخدمه قريب، فممكن اشيله في كيسه زي ما هو واخليه في اي درج قريب، في اي رف قريب، يعني مش هيجرى له حاجة يعني في خلال يومين او حاجة. اما بالنسبة للليمون بجيب، هوريكم بعمل ايه. بالنسبة للليمون انا بجيب علبة بقى خاصة بيه، بفرشها في فوطة نظيفة وهبتدي ارص فيها الليمون. وهغطي وهشيلها كده في التلاجة. ممكن تفرشيها من تحت ورق مناديل ومن فوقيها ورق مناديل وتغطيها وتشيلها في التلاجة. ممكن علبة بلاستيك، ممكن علبة ازاز، اي حاجة. انا بس بشيل الليمون كده هوت لوحده دوف في رف من ارفف التلاجة. وده كده درج التلاجة خلاص كده بعد ما رصيته، وهرجعه تاني مكانه في التلاجة عادي خالص. اما بالنسبة للطماطم، انا لما برجع اصلا كده كده من السوق بشوف الحاجات القديمة عندي، مثلا من الاسبوع اللي فات او كده، ببتدي طبعا استخدمها الاول. عندي هنا كده حوالي كيلو او كيلو ونص، طبعا طريو كده معايا، فهستخدمهم الاول في خلال اليومين الجايين دول. هفضي بقى هنا الباسكت دي اللي بحط فيها الطماطم، هحط كده في علبة تانية صغيرة عشان ابقى عارفه الجديد من القديم. وهبتدي ارص الطماطم الجديده كلها هنا كده. خلاص كميه الطماطم انا جبتها حطيتها هنا اهو كده في الباسكت دي. بحب دايما اشيل الطماطم في اول رف علشان تبقى قصاد عيني على طول واستخدم منها، وكمان ما بحبش احطها في درج التلاجة يعني علشان ما تتفعصش. والطماطم اللي هي كانت موجوده عندي الكيلو دوت هبتدي استخدمه بقى اليومين دول عشان يخلص الاول. اما بالنسبه بقى للبصل والبطاطس فطبعا حطيتهم في التربو بتاعي دوت. اما بالنسبه للخس، ده خس بلدي انا بجيبه كده اهوت، هشيل هنضف بس الاطراف بتاعته كده اهوت بالسكينه عشان لو فيها حاجه غامقه او حاجه، وهشيل لو في ورق كده، بس مش هغسلها، انا هغسلها لما اجي استخدمها. وبعدين بعد ما بنضفها بجيب، عارفين الاكياس القماش اللي زي دي بتاعت اللي بنشتري فيها الملابس او بصوا بتاعت محلات الحلويات وكده، بلفها فيها كده يعتبر نضفتها. بس انا زي ما قلت لكم مش بغسلها، بشيلها كده اهوت، ولما اجي استخدمها ببتدي اغسلها، باخد الورق اللي انا عايزاه وبعدين بغسلها. دلوقتي انا بشيلها كده اهوت في الكيس ده،
القماش. اهم حاجه بس لما تيجي تحطيها تتاكدي ان هي ما تكونش مبلوله، لو مبلوله سيبيها تنشف من ميتها، وبعد كده ابتدي لفيها زي ما بقولك كده بالطريقه دي. هنحطها هنا اهو كده في الشنطه دي ونلفها، وبعد كده بجيب كيس بلاستيك يكون تقيل شويه واحط فيه دي كده، وبشيلها بقى كده في التلاجة على رف التلاجة عادي خالص. وبعمل كده برضو مع الخضرة، برضو بحتفظ بيها بنفس الطريقة كده، لو كانت مبلولة بشيلها بسيبها تنشف، وبعد كده بحطها في كيس القماش دوت او فوطة مطبخ حتى، وبعدين بحطها في كيس بلاستيك كده واشيلها على الرف. ولما عاوز منها طبعا بطلع وبغسل، ما بغسلهاش وبعدين بشيلها، لا كده هتدبل معاكي، فيستحسن انت تشيليها وما تكون ناشفه. دلوقتي البتنجان الابيض انا حطيته في باسكت كده اهوت، وهشيله كده في درج التلاجة لان هستخدمه خلال اليومين الجايين دول. لو هتشيليه مش هتستخدميه دلوقتي، يستحسن ان انت ترصيه كده في درج التلاجه زي ما عملنا كده مع الخيار مع الجزر مع كل الحاجات. ما تسيبيهوش محطوط في كيسه علشان ما يعرقش ويطرى وتلاقيه يعني طري معاكي وباظ. اما بالنسبه لورق العنب انا كنت جايبه نص كيلو، وزنت كده خدت هنا ربع وربع تاني وزنته. الربع هستخدمه خلال يومين كده، هشيله في التلاجة عادي في كيس عادي، والربع دوت هخزنه في الفريزر. طبعا كنت عملت قبل كده طريقه التفريز الورق العنب معاكم، هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله وهتظهر كمان على الشاشه. بالنسبه بقى للحاجات اللي كنت جايباها من علاف برضو هفضيها، كنت جايبه عدس اصفر، وجايبه بقسماط، وجايبه فول تدميس، وجايبه كمون، وكزبره، بطرمانات بقى يعني في حاجات بشيلها في البطرمانات، وفي حاجات بشيلها بره، وفي حاجات بشيلها في الثلاجه. طبعا التوابل بتشيل في الثلاجه، ده كده البطرمان بتاع العدس الاصفر، هبتدي احط فيه العدس الاصفر. وده بتاع البقسماط هفضي فيه البقسماط، اما بقى التوابل الكمون والكزبره والحاجات دي بشيلهم في الثلاجه في باب الثلاجه. لو في توابل تانية برضو شيلها في باب التلاجة، ده لو مش هتستخدميها دلوقتي. يعني انا بجيب الكمون كده حصى بطلعه وبحمصه على البوتاجاز في طاسة كده من غير اي حاجة خالص، بعد كده بطحنه بستخدمه. يعني بجيب مثلا ربع كيلو بطحن منه حوالي تلته، بعد ما يخلص اقوم طحن الباقي وهكذا، وبس ببقى شايلاه في التلاجة. الكزبرة الناعمة برضو هتستخدميها شيلها في البطرمان بتاعها، مش هتستخدميها دلوقتي شيليها عادي في التلاجة. والفول هدمسه بقى كده في خلال يومين، فهخليه عادي في دولاب المطبخ. دلوقتي بعد ما خلاص بقى شلت كل حاجة مكانها، في يوم السوق دوت بعمل اكل كده سريع خفيف، فانا هعمل صينيه بطاطس ورز وسلطه او مخلل او كده. طبعا عملتها قبل كده معاكم فهنجز يعني فيها. دي كده البطاطس وعليها البصل، وطبعا هحط الصلصه بقى والملح والفلفل. انا هعملها بالفراخ، هحط فراخ كده بانيه على الوش ومكعب المرقه، واقلب كله ببعض، وهحط شويه زيت، احط فراخ على الوش بقى وابتدي احطها على البوتاجاز تستوي. دلوقتي انا كده خلاص رصيت الفراخ فوق صينيه البطاطس، هسيبها بقى واوطي عليها واسيبها تستوي براحتها كويس. هروح دلوقتي اعمل الرز. انا بعمل الرز اهو دلوقتي، حطيت كده الشعريه والرز يعني، وخلاص قربت احط الميه. كنت عايزه اقول لكم حاجه، كان عندي شويه كده رز باقيين في التلاجة، مش هرميهم، هحطهم ولا حدش هياخد باله، هحطهم في المرحله دي عشان هيقولوا لي رز بايت ومعرفش ايه، هحطه بقى مع الرز الجديد ومحدش هياخد باله خالص. وده كده خلاص الغدا بتاعنا انا جهزته. دي صينيه البطاطس حطيتها تحت الشوايه شويه تاخد وش، وغرفت الرز بتاعي وحطيت مخلل. وده كده الغدا بتاعنا النهارده، خلاص الحمد لله اكلنا الحمد لله. ودي بقى المواعين زي ما انتم شايفين كده منظرها، شكلها يفتح النفس بصراحه. دلوقتي هبتدي اغسلها بقى معاكم. انا بحب ابتدي بالقطع الكبيره يعني الحلل والصواني. غسلت الصواني كده خلاص فعلا، وبعدين هبتدي اغسل الاطباق، وبعدين بخلي المعالق في الاخر.
انا كده خلاص خلصت بقى، غسلت المواعين وكمان اهو ده لمعت الحوض وخلصت كده اليوم كده. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، الروتين يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب لو مش مشتركين، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اللي انا بعمله. سلام عليكم.